نتيجة سلبية أخرى تضاف إلى سجل نصر حسين داي هذا الموسم في مواجهة انتظر منها الأنصار أن يأتي الفرج والفوز على شبيبة القبائل. الشوط الأول المبادرة في الهجوم كانت للنصرية التي ضيعت فرصة التسجيل في مناسبتين بواسطة حفيظ الذي لم يوفق في إسكان الكرة مرمى الحارس عسلم. بعدها يأتي دور هجوم شبيبة القبائل بأول كرة خطيرة من حنيفي الذي ضيع ما لا يضيع في هذه اللقطة. كرته تصطدم بالعارضة وخديس يبعد الخطر إلى خارج المرمى. مرة ثانية الضيوف وبهجمة معاكسة وعمل ثنائي بين حماني ومترف هذا الأخير وجها لوجه مع نتاش الذي تفوق في إبعاد الخطر عن مرمى. بالمقابل أشبال المدرب حموش لجأوا للكرة الثابتة في محاولة التسجيل الأولى نفذها مرباح بعده درارجة لكنها لم تأتي بالجدي لينتهي الشوط الأول دون أهداف. المرحلة الثانية الأمور بقيت على حالها وكانت الأفضلية في الأداء للنصري. حفيظ يهدر فرصة ثمينة للتسجيل ثم محاولة ملولي الذي يفشل في التسجيل أيضا وكرته تذهب جانبي. وفي الوقت الإضافي النصرية لعبت بعشر لاعبين بعد خروج مرباح لنيله بطاقة صفراء ثانية لينتهي بعد ذلك اللقاء بالتعادل السلبي. النصرية قدمت مباراة قوية من كل ناحية، من ناحية التكتيكية من ناحية التقنية شفنا عدة فرص للتهديف. الشيء اللي مازال عائق لنا هو الكرة ما حبش تدخل، يوم شفنا في مرة تمشي على الخط وتعاود تخرج ما حبش تدخل. هذا أنا ما قدرتش نفسره على كل حال ولكن هذه الكرة. نظن أن في نوعية اللعب نظن أن الفريق يلعب أحسن حاليا ولو المقابلة تاع اليوم كانت شوية صعبة لأن بدنيا كان نوع من الإرهاق بعض اللاعبين، ولكن ظن توحيت لنا فرصتين في الشوط الأول كنا ننجم نقتل المقابلة في هذاك الوقت، ولسوء الحظ ما كناش فعاليين أمام المرمى.